كابتن وجيه، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم الاعلامي الكبير، واهلا بالاستاذ عدلي الاعلامي الكبير والخبير الرياضي بالوطن العربي، والاستاذ ابراهيم الموسوعه الرياضيه الكبيره، اهلا بيكم. اهلا بيك. هقول شويه عدلي عنده ملاحظات لازم طبعاً. انت رئيس سابق للجنه تجاوبنا عليها. بقدر سعادتي بهذا الامر وبقدر فخري ان الحكام المصريين مره واحده الاتحاد الافريقي مره واحده وفجاه اقتنع بيهم وخدهم، مفيش بطولات سابقه شفنا هذا المنظر. ومش في مصر عشان نقول بيوفر فلوس، ده بره في الكوت ديفوار. وعمليه الخلطه اللي بين الساحه والرابع والفيديو بتقول لك ان كل الناس دي على كفاءه تعمل اي حاجه. كويس. هذا معناه الناس عماله تتساءل، هقول ملاحظاتي معلش، هو الراجل الاجنبي ده بيعمل ايه؟ ما بيطورش وما بيعملش حاجه، او بيطور ودي النتيجه، او ان ده المستوى العام بتاع حكامنا، بس لسبب ما لا يظهر هذا المستوى عندنا محليا. وهنا هيبقى فيه حوار تاني، لان انا رايي قلت هنا 100 مره، في كل مره كنت اناقش اخطاء التحكيم كانت الناس بتلقي باللائمه على مستوى الحكام وعدم قدرتهم على التطور، وان لازم نعمل ونساوي. وانا كنت شايف ان حكامنا كويسين وعندهم الشخصيه، ولكن وعندهم العلم طبعا اللي هو موجود في الكتب وعندهم الاختبارات، ولكن هناك كان ظروف خارجيه بتؤثر على التحكيم ده بتخليه مش ماشي بالكفاءه اللي شفناها بره. جاوبني بقى كابتن وجيه. استاذ عدلي، يعني قلت كلام كتير جدا واسئله كتيره جدا، ولكن انا عايز اقول لحضرتك مبدئيا ان الحكم او رئيس لجنه الحكام الحالي ليس له دور في نجاح التحكيم المصري في الفتره دي، لان دول كل الحكام اللي موجودين دول اللي شرفوا مصر ده نتيج لجان حكام سابقه كتيره جدا، كابتن جمال غندور والكابتن عصام عبد الفتاح، وليا الشرف ان انا اكون واحد منهم، والدكتور عجب حاجات. كل الناس دي كانوا تعبوا وشقيوا مع الحكام دي، فعشان كده ظهروا بهذا المستوى، لان نفس الحكام كانوا في بطولات كتيره موجودين قبل كده، ولكن يمكن البطوله دي كان النجاح اكبر والعدد اكبر بالنسبه لادارتهم للمباريات، فعشان كده بان النجاح. ويمكن احنا كل الاعلام عمل سبوت على الاداء التحكيمي، لان مش عايز اقول الفشل بتاع منتخب مصر في البطوله خلى الناس كلها تتجه للنجاح التحكيمي في هذه المباراه. يمكن انا عايز اقول مش الحكام المصريين بس الحقيقه اللي نجحوا في البطوله، في حكام عرب كتير نجحوا في البطوله، في معتز الشلماني لعب 4 مباريات في البطوله كحكم صفاره، في مصطفى غربان يمكن لعب مباراتين، في رضوان جيد ماتشين وكان هيلعب الثالث والرابع، ولكن من وجهه نظره شايف ان هو كان عايز يلعب الفاينل واعتذر عن الماتش. يعني في اداء كتير، عندنا نجاح كبير جدا 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 في 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 الفار. محمود عاشور لعب الافتتاح والدور قبل النهائي والنهائي، يعني ال 11 ماتش اللي لعبهم محمود عاشور الافتتاح وقبل النهائي والنهائي، ودي ما بتحصلش في اي بطوله، ده دليل على تفوقه ودليل على ادائه المميز. امين عمر لعب الافتتاح ولعب وماتش في الادوار التمهيديه ولعب قبل النهائي ونجح نجاح كبير. محمد عادل العظمه كلها والاداء الفني بتاع محمد عادل والنجاح في الثلاث مباريات، ولعب مباراه يمكن اهم مباراه لعبها محمد عادل كانت مالي وكوت ديفوار، وكانت مباراه صعبه وحسب ركله الجزاء على اصحاب الملعب على كوت ديفوار، طرد لعيب من كوت ديفوار، وفي النهايه في الاكسترا تايم كوت ديفوار كسبت 2-1. بس بقول لك على الاداء التحكيمي بتاع الحكام، احمد حسام طه واداؤه المميز في المباريات اللي لعبها، محمود ابو الرجال، يعني محمد معروف حتى الماتش اللي لعبه، يمكن عندنا نجاح كبير جدا ان شاء الله
الحكام بتوعنا فيهم اتنين رايحين في الليسته المبدئيه لحكام كاس العالم، امين عمر ومحمد معروف، ان شاء الله يكون ليهم دور ويكملوا في البطوله وهيبقى معاهم مساعدين، واتمنى ان شاء الله يكون معاهم محمود عاشور او محمد عادل في طاقم الفار برضه باذن الله تعالى، يبقى عندنا مجموعه من التحكيم المصري في كاس العالم 2026 باذن الله تعالى. اللي انا عايز اقوله بقى يا استاذ عدلي، حضرتك قلت ليه الحكام ما بيبقوش كده؟ طب بس انا عايز نقف هنا لحظه، لان انا لما بسال ما كنتش بقول رايي، انا كنت بقول رصدي لظاهره، ان اول مره يروح هذا العدد الكبير من حكامنا الافريقي. يا استاذ عدلي وانا موافق، بس لحظه يا كابتن وجيه، انا موافقك، اصبر عليا اصبر، انا موافقك على كل اللي قلته، انا موافقك على كل كلمه قلتها، لان مفيش حاجه بتبان فجاه، دي نتيجه تكريس لمجهود ناس كتيره، ده بالعكس انا عايز اقول كده، عايز اقول ان عناصر التفوق دي احنا مش مفروض نكون متفاجئنا بيها، المفروض نكون متوقعينها، لان هو ده الطبيعي، كان المفروض نشوف هذا الكلام محليا بقى. اديني الاسباب التي تحول دون ظهور هذا بالمنظر ده، وان الحكام تبقى واخده نفس الثقه محليا، مش كل مباراه جدل وناس بتشتكي. بص يا استاذ عدلي، طبعا خلينا نتكلم، هناك مجموعه من العناصر طبعا بتبقى عامل مساعد في بعض الاخفاقات بالنسبه للتحكيم المصري. هي طبعا يعني عايز اقول العنصر الاولاني ان الحكام لما بتغلط او في هناك بعض الحالات الجدليه اللي بتحصل، المحللين بتطلع وبتحلل الحاله التحكيميه، كان يجب على رئيس لجنه الحكام اللي موجود او متحدث رسمي باسم اللجنه يطلع يشرح الحاله الجدليه دي اللي تخلي الناس كلها تقول راي لجنه الحكام في الحاله دي كده. دي نمره واحد. نمره اثنين، الحكم ما بقاليش حد بيدافع عنه، بيضطر هو يطلع في أي برنامج وما بيروحش عشان يدافع عن نفسه أو يتكلم في الحالة التحكيمية، بيبقى المذيع أو اللي بيناقشه في الاستوديو بيروح حاطط له الحالة دي في السكة، بيضطر الحكم يشرح الحالة التحكيمية، ورغم ان ده ممنوع في الاتحاد الدولي ولكن بيضطر يشرح الحالة التحكيمية، بيضطر الإعلاميين وبعض الأندية يطلعوا يهاجموه ويدشدشوا الحكم. بتكلم بالبلدي. عايزين برضو الحالة الثالثة يا استاذ عدلي، لازم الإعلام برضو يساعد التحكيم المصري، يعني لازم الحكام تقف مع التحكيم المصري. حضرتك انت استاذنا في التخصص ده، اعتقد لو الحكام كلها ولو الاعلام كله وقف مع التحكيم المصري وشاف بعض الحالات التحكيميه بحسن نيه دون ان ندخل في الاعراض وندخل في المشاكل وفي السلوك والكلام ده، اعتقد ان الحكام هتبقى برضو يعني تحاول تأدي اداء احسن. الحاجه الرابعه بقى وهي الاهم، لازم الحكام تجتهد، هي كمان الحكام لازم تجتهد وتكون في احسن اداء واحسن ناحيه فنيه عشان تظهر قدام الناس بالشكل اللائق بيهم. عشان كده لازم العناصر دي كلها، الحكم لازم يجتهد ويؤدي بشكل مميز، اتحاد الكوره لازم يوفر فلوس الحكام كل اول شهر، زي المهندس احمد مجاهد لما كان بيعمل هذا الكلام، كل اول شهر كل الحكام في كل الدرجات بتقبض، والمراقبين كمان بيقبضوا كل اول شهر مخصصاتهم الماليه. لازم برضو يا استاذ عدلي اوفر، اعمل منظومه تامينيه للحكام يتعالجوا، بدل ما الحكم يروح يتعالج على نفقته او لازم يدور على ملعب، لازم اشوف وسيله ان لازم الحكم يروح يتعالج على 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 نفقه الاتحاد، لازم اعمل منظومه تامينيه الاتحاد لازم يقوم فيها ويشارك فيها، يعملها ازاي؟ دي بتاعت الاتحاد. إذا يا كابتن وجيه أنت عايز تقول إنه الحوافز والدوافع والضغوط والحماية مختلفة هنا عن هنا. طبعًا هنا عن هنا، وبعدين برضو يا كابتن وجيه أنا موافق، بس مش موافق بشكل مطلق، لأن كثير من الحالات كانت تناقش
وانا على فكره مش مبسوط من فكره تحليل اداء الحكام في الاستوديوهات. انا مش بتكلم على تحليل اداء الحكام، انا بس هقول لك مسؤول اللجنه، بتكلم على رئيس اللجنه يطلع. انا بقول لك انا بالنسبه لي انا مش مرتاح لفكره تقييم الحكام على الهواء، ولكن هنقول ان صناعه كره القدم فيها الحته المهمه دي. لكن انا بتكلم في حاجه، عندما يكون الحكم في نفس المباراه معاييره مختلفه يثير الجدل، لما يكون نفس الحكم معاييره من مباراه لاخرى مش بنفس المسطره يثير الجدل، لما يكون في خلاف في الراي. هو ينفع يبقى في خلاف في الراي على لعبه؟ يعني الحكام تطلع تختلف على اللعبه اللي الحكم حكمها في جزء فيمتو ثانيه في المباراه؟ هل ممكن نقدر يعني نتجاهل ان الفار ما بيقدمش المساعده الكامله في مصر للتحكيم للحكم؟ بعض الحاجات البسيطة يا كابتن وجيه تخلي حكامنا كما يستحقوا في مكانة تانية في القارة، ومن ثم يروحوا كأس العالم. لأن الاختيار الكبير ده ما جاش وليد الصدفة أو ما جاش النهاردة فجأة، نتيجة متابعة كثيرة. إذا يا ما قلنا للحكم حب نفسك أكتر من أي حد. بس استاذ عدلي طبعا بتفق معاك، طبعا انا العين ما تقدرش تتكلم ولا تقول ان انا اختلف معاك في بعض الحالات، ولكن بتفق معاك في كل الحالات. ولكن انا عايز اتكلم على الاداء التحكيمي او التحليل التحكيمي. التحليل التحكيمي يا ريت زي الدوري الانجليزي بحلل الاسبوع كله في 7 دقائق. الاسبوع كله مش الماتش الواحد، الاسبوع كله بيتحلل في 7 دقائق. تك 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 كانت في الحاله التحكيميه اهو اهو، وهنا بنعملها سهره، احنا بنعملها قاعده، بنعملها سهره وننسى الماتش. فعشان كده والله العظيم والله العظيم والله العظيم وانا موجود، يعني مش عايز اتكلم، المحلل التحكيمي بيطلع يتكلم ويتكلم في حاله تحكيميه، كل الانديه او المسؤول بتاع النادي اللي اخفق في المباراه وحمل لعبته الهزيمه والنتيجه، اما المسؤول التحكيمي طلع اتكلم واتكلم قال لك ده الشورت ايه والفخذ ايه ومش عارف ايه. طلع نفس المدير الفني اللي جاب اللوم على لعبته طلع هاجم التحكيم. يعني بس يا كابتن، يعني هز ثقه الحكام والاساءه اليوم دي كانت ظاهره ممتده جدا. وعلى فكره الفيديو اللي احنا عرضناه للكابتن ايمن يونس كان في جزء منه بيقول لابراهيم فايق على موضوع التحكيم، قال له ما احنا شفنا الرئيس نادي قعد 10 سنين بيسب ويلعن في الحكام ومحدش كان بيمنعه. يعني المناخ اللي فيه تجاوز وضغوط على الحكام اكيد ليها تاثير. عدم تركيز الحكام نفسهم في بعض المباريات زي تركيزهم في كاس الامم اكيد عليهم دور. اهتمامهم بلياقتهم النفسيه والذهنيه اللي كانت في كاس الامم اكيد عليها دور هنا برضه. يعني الظهور العالي اللي ظهروا بيه في كاس الامم بيحملهم مسؤوليه اكتر هنا. ايوه ايوه، للاستمرار في نفس الكفاءه. استمرار نجاحهم في ايدهم بقى، في ايدهم وفي ايد كل العناصر الموجوده يا استاذ حسني. صدقني تمام، ان اتحاد الكوره، اتحاد الكوره لازم يحمل حكام. تمام، واتحاد الكوره يعمل حكام، ده كلام مهم جدا. والاعلام لازم والاعلام لازم يتغير في التعامل مع التحكيم. الاعلام لازم يتغير، صحيح، عن عن عن, عن, عن نتكلم بسوء النية لا، عايزين ده. نرجع نقول زي زمان السيد فلان الفلاني، السيد محمد عادل، السيد محمود البنا. طيب كان الحكم بيسيد لقيمته. أنا بقى عشان الموضوع اللي أنت بتقوله ده مهم وندعم هذا الاتجاه أيضا، يجب أن تشعر الأندية عندما يحدث خطأ بالعدالة إن الحكم ما عندوش شيك على بياض بالحماية. آه، لان برضو في انديه بتهبط او بتفقد بطوله وملايين بتهدر ولاعيبه بتشرد بقرار ممكن، شوف الخطا وارد، لكن الخطا الواضح جدا لا، احنا مش معاه. بس انا بقول ان لو
يعني رئيس لجنه الحكام البرتغالي يطلع يحلل الحاله التحكيميه، وتبقى الحاله التحكيميه قدام الناس، ويشرح الحاله التحكيميه الجمهوريه، ويقول للناس كلها ادي ده انت انت بتسلمه تسليم اهالك. شيلوا الراجل ده من دماغكم شويه. انت كده بتسلمه للراي العام. ماشي. مش بسلمه، ما هو ما انا عشان اعمل يعني هدوء في الشارع المصري. لو انا الخبير الاجنبي اللي انا جاي طلع اتكلم وقال ان الحاله التحكيميه 1 2 3 والحكم قراره صحيح، او الحكم ما كانش موفق في الحاله، ونتيجه عدم توفيقه ان عنده قصور في 1 2 3. تمام يا كابتن وجيه، احنا سعدنا جدا برؤيتك، ومبروك لاسره التحكيم كل التوفيق، واللي جاي اكتر اهم بالتاكيد. يعني هذا النجاح نجاح يحمله مسؤوليه اكبر. نتمنى استمرار هذه الظاهره، وحبوا بعض، وبعدين حبوا نفسكم.